وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة إن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبريطانيا ولقاءاته مع المسؤولين تناولت تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والثناء على جهود لجان العمل المشتركة، كما تناولت جهود البلدين في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. تم تداول العديد من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الصداقة الوطيدة بين المملكتين، وبحث أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وقد عبر الجانبان عن الثناء والتقدير للجهود التي تقوم بها مجموعات العمل الثنائية المختلفة التي تتناول سبل زيادة وتطوير حجم الشراكة بين البلدين في مختلف الأصعدة، مما يعزز التعاون الثنائي المشترك ويدعم استمرارية وتيرة التنمية الاقتصادية ويكرس الأمن والاستقرار لصالح الشعوب. وقد تم تطرق لجهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، نظرا لمملكة البحرين والمملكة المتحدة في مصاف الدول المتميزة في التعاون مع جائحة كورونا، بما في ذلك الدفع ببرامج التطعيمات المضادة المختلفة وكيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة في البلدين في المجال الصحي والعلمي والبحثي للتعامل الأمثل مع هذه الجائحة. تأتي هذه اللقاءات كمواصلة للحوار البناء بين دولتين حول تطوير وتسهيل وزيادة التجارة البينية بما فيها التجارة الحرة، واستكمار النقاشات اللي تمت في مملكة البحرين في مارس من هذا العام أثناء زيارة معالي رنيل جردوانا وزير دولة التجارة الدولية. وقد تدارس الجانبان سبل تطوير وبلورة التعاون الثنائي وزيادة التنسيق والتعاون أثناء مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التنمية والاقتصاد وتوزيع دائرة الاتفاقيات التي تعطي إضافة نوعية لخلق فرص من التعاون وتعزيز استجابة الدولتين لمختلف الظروف والتحديات.